ليك أستاذ بلال، رأيك من هذا المنبر؟ حسم الأمر. إحنا ما رانش إحنا باش نعقبوا على بيان الوزارة الوصية، نعم، وعلى رأسهم لجنة الفتوى، علماءنا مشكورين على عملهم الجبار منذ بداية هذه الجائحة. ما رانش إحنا باش نعقبوا على البيان، وإنما لجنة الفتوى بيانها كان واضح، بيان عام فصل في الجانب الشرعي في المسألة، وفي الجانب الصحي والجانب الاجتماعي. طيب، هما البيان باش داروه علمائنا ومشايخنا كان بالتنسيق، اجتماع دوري مع اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا باش خرجوا بهذا البيان، معناتها كان مدروس الجانب العلمي والجانب الشرعي. الجانب الشرعي كرسالة نلحقها لإخواننا المواطنين، الأصل في الأضحية تقرب إلى الله عز وجل، نعم، وتحقق منزلة التقوى. الله عز وجل قال في سياق الآيات الوضحية من سورة الحج: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يستنى منا أنه هذه الأضحية درتها باش نقرب الله عز وجل ونخاف ربي ونتقي الله، فصلي لربك وانحر. التقوى شنو هي؟ هي الخوف من الجليل، تخاف من ربي. نعم. مادام تخاف من ربي تخاف باش ما تديرش امور اللي راها تعدي بها الناس. نعم. فبيان الوزاره راه واضح، لجنه الفتوى الوزاريه راه واضح، اعطالك احسم لك المساله، اعطالك الخيار. قال حكم الاضحيه في مذهبنا، مذهب الساده المالكيه، هي سنه مؤكده، سنه عين على القادر. اذا ما درتهاش عندك البديل، عندك البديل انك تنوي انت حبيت تضحي، لكن هذا العام حاله استثنائيه، ربي وشافك باللي صدق بثمنها الفقير اللي ما صابش باش ياكل وكذا، وراك ماجور في هذا العمل. بالعكس، ما تأتمش بالفعل، لا تؤتم بهذا الفعل. اذا انت الايمان تاعك قال لك لا لازم نذبح هذا العام، اذا لازم تذبح هذا العام لازم تحب في الشروط. اذا خالفت هذه الشروط اللي داروتها لجنه الفتوى الجانب الشرعي، راك مخالف للشرع. إذا خالفت الشرع راك حتأتم. نعم. احنا ما نبيوش راسنا، قال احنا عندنا عرف تاعنا في الأحياء السكنية يذبحوا، لومبيونس هذيك، الجو، العواشير، ما شاء الله، فين نفرحوا ونحبوا نفرحوا كذا. لكن هذا العام حالة استثنائية، كانت في صلاة التراويح في رمضان، كانت في صلاة العيد، وحتكون كذلك في عيد الأضحى. الله غالب، هذا واقع. صح، نحبوا الكباج ونحبوا نفرحوا اولادنا ونحبوا كما كنا نفرحوا صغار، نحبوا نفرحوا وكذا ونتقربوا الى الله وكذا، لكن عندنا جائحه، عندنا واقع راه مفروض. فلجنه الفتوى مشكوره، اعطات الجانب الشرعي، تتقرب الى الله عز وجل، حاول كيفاش تقرب. عندك الضوابط الشرعيه، الوقايه، والوقايه هذه تبدا وتحمل مسؤوليه امام الناس وامام الله، تبدا ملي تحشي الكبش تاعك. نعم. بحيث ترتدي الواقي القفازات في اليد تاعك، اعرف كيفاش تشري. وكما تفضلتم الان كاين بديل، اعطاته اللجنه الوزاريه، كاين بديل المذابح كما في الهدي في الحج. هل الهدي في الحج لازم نروحوا نذبحوا؟ لا، عنده كاين بديل، وهذه فرضتها السلطه انك ما تذبحش. كاين مكاتب وشركات خاصه تروح تشري البون تاعك تشريه، وراك داير ثقه تنذبح بينهم وبين مولاهم. كذلك اليوم رانا فتحنا البديل لهذا الامر بالهاتف، تشريك باش تخيروا، تروح تخيروا ولا دير ثقه باش يخيروا لك الاضحيه تاعك ويذبحوها لك ويجيبوها لك. انا شجع مؤسسات مصغره للجزارين. نعم، خاصه في هذا الظرف. جزارين، وزيد البيان لجنه كذلك الاشتراك في في, في 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 الاجر في الاضحيه، ماشي كاع لازم نحضروا للذبح، يذبحوها عنه رب البيت، يذبحوها عنه وعن اهل بيته. نعم. فهذا الامر الله غالب، هذا العام جائحه، لابد الامتثال لهذه الاوامر الشرعيه والاوامر القانونيه. لانه كما تفضل الان البروفيسور قال لك هل سنلتزم بهذه الاجراءات؟ هذا هو المشكل، التطبيق. انا هذا واشني خايف، يعني اللجنه الوزاريه يعني والله العظيم غير ما خلت حتى نقطه الا وفصلت فيها. مشكورين، بارك الله فيهم. نعم، ولكن انا خايف. انا بينت لك الحكم الشرعي كيفاش تشري، كيفاش تشرك في الاجر، كيفاش تشرك في ثمن الاضحيه اذا كانت من ابل ومن بقر، توكل في البطور يذبحوا له كذا. كنت في الاحياء الشعبيه تهبطل في الدروج وتذبح، كيفاش؟ مستحيل راح يكون يعني التزام وانضباط، مستحيل. وحنا نامل انه مازال ما طاح الفاس بالراس، مازال وقت تفصلنا على عيد الاضحى تقريبا 17 يوم كذا. ان شاء الله الناس تلتزم، لازم يكون تحسيس. الجانب الاعلامي، الجانب الايمن في المساجد،
نعم خليت انا بسمحوا لي بك يقرا ومن ذلك عدم الذبح في الشوارع والطرقات. هم يقولوها يعني واضحه هذا هذا هم قالوها. علاش ما نمنعوش الذبح في الطرقات والشوارع؟ نعم لابد ما نقولوش عدم الذبح هم مكتوبه ولكن لازم نمنعوا اللي عنده فيلا وما شاء الله ويذبح في الفيلا تاعو ما يهمش. تاع كل واش كنا الظاهره كنا نشوفها في العوام اللي فات في الطرقات والشوارع ممنوع هذا العام. ضيوفي الكرام يبقى فقط دقيقتين من زمن البرنامج في بالمختصر كلمة أخيرة نبدأ بك بروفيسور جيجي. شكرا أخي الكريم. والله نزيد نعاود نقول قلناها.